السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. تتواصل بالعاصمة نواكشوط أعمال المؤتمر الرابع حول قطاع المعادن والنفط في موريتانيا بمشاركة عشرات الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال التنقيب. وعبر الوزير الأول الموريتاني يحيى الحدامين عن سعي الحكومة إلى خلق مناخ ملائم للاستثمار الوطني والأجنبي خصوصا في مجالي النفط والمعادن، وتنفيذ مشاريع كبرى للتحسين من البنى التحتية الضرورية. انطلقت بالعاصمة نواكشوط أعمال الدورة الأولى من مهرجان كرامة الدولي لحقوق الإنسان، وقال مدير المهرجان محمد علي البلال إن المهرجان سيعرض أفلاما حول حق الإنسان في العيش الكريم والصحة والتعليم. وقد حضر الافتتاح عدد من الناشطين الحقوقيين والسينمائيين، وينتظر أن تستمر أعمال المهرجان 3 أيام. قالت النقابة الوطنية للتعليم الفني إن أزيد من 90% من الأساتذة المنضوين تحت لوائها دخلوا في توقف جزئي عن العمل لمدة 4 ساعات طيلة 4 أيام، وذلك تمهيدا لإضراب شامل شهر نوفمبر القادم. وندت النقابة بعدم تعاطي الوزارة مع مطالبها رغم أنها أبدت الاستعداد لذلك، متهمة إياها بالمماطلة في تحقيق المطالب والاستجابة لها. يمكنكم مشاهدي الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله. أطيب المنى.